السلام عليكم فاميليا، كيف نتوما؟ بخير مزيانين، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. المهم الاخوان، جبت لكم واحد الموضوع مهم بزاف واللي بغى يستفاد مرحبا به اخوان. الموضوع سبق لي هضرت فيه، ولكن بزاف ديال الناس خلاو لي ميساجات في الميسنجر ولا في انستغرام كنشوف، ولكن ما كنجاوبش. نتوما كتعرفوا يعني غنجاوب بالفيديو، واللي بغى يستفاد مرحبا. المهم اخوتي، بزاف ديال الناس كيسقسوني على الباريخ ديال الشو، كما كتعرفوا بزاف ديال الناس كيجيو من اسبانيا كيبغيو، يعني ما كي كتجيهم 3 سنين بزاف باش يبقى 3 سنين، ومن بعد يقلب على كونطرا وزيد وزيد باش يعمل القانون ديال الريغو سوسيال 3 سنين. كيقول لك انا نشوف شي وحده، ولا وحده كتقول نشوف شي واحد يعمل لي الاوراق ونتفاهم معاه. المهم اخوتي، غنهضروا على الباريخ هذه تشو، السلبيات والايجابيات. المهم نحاول انني نعمل لكم كل شيء في جوج الفيديوهات. المهم اخوتي، كما كتعرفوا الباريخ هذه تشو ماشي هي الزواج، يعني كاين الزواج يعني ماتريمونيو ليغال في اسبانيا، كيكون زواج عدلي، يعني كتزوج عن طريق المحكمه، ويعني كيكون فيه شروط والتزامات وحقوق كل واحد. ماشي هو الزواج ديال باريخ هاديتشو. باريخ هاديتشو بالنسبه لاسبانيا يعني كيكونوا جد الناس عايشين مع بعضيتهم، هو ماشي زواج، ماشي زواج عرفي، هو كيسموه اونيون دي ايتشو. هاد اونيون دي ايتشو يعني كتكون بحال نقول لك يعني عاملين واحد العقد بانهم عايشين مع بعضيتهم، واحد النهار ولا بعده صافي كيتفرقوا. هذا ما كيعرف، هذا يعني كيمشيو بدون حقوق، بدون شروط، بدون التزامات. بينما الزواج ديال الماتريمونيو راه كيكون قانوني بحالو بحال ديال المغرب، يعني بحال اي دوله، كيكون يعني عنده الشروط ديالو، عنده عقد زواج. هذا كيكون عقد، ولكن عقد يعني كيتعدل عند الموثق. المهم الاخوه، بالنسبه للناس اللي كتعمل الباريخ هذه تشو، انا نعطيكم الشروط ديال يعني الشروط ديال الوراق اللي كيطلبوا في هذه العامين الاخيره، حيت بزاف د الحاجات صعبوهم في الباريخ هذه تشو. وعنعطيكم الشروط اللي كيطلبوا، وفي نفس الوقت نعطيكم يعني الاختلاف اللي كاين في البطاقات اللي كيعطيو. المهم الاخوه، الباريخ هذه تشو اول حاجه اللي خصك تكون عندك هي زائد 18، يعني تكون عندك فوق 18 سنه باش تعمل الباريخ هذه تشو، سواء كنتي يعني بنت ولا ولد، تكون زائد 18. هذه اول حاجه. ثاني حاجه تكون سولتير، يعني تكون عازب ما مجوش، يمكن تكون مطلق تكون، مهم تكون دراسك. ثاني حاجه. ثالث حاجه تكون هذا الشخص اللي غتزوج به ولا الانسان اللي غتزوج بها تكون وحده من الاتحاد الاوروبي، يعني تكون اسبانيه، تكون فرنسيه، تكون رومانيه، ولا تكون المهم تكون داخله في الاتحاد الاوروبي. ماشي مشكل تكون عايشه في اسبانيا ولا، المهم تكون من الاتحاد الاوروبي، يعني واحد فيكم غيكون من الاتحاد الاوروبي. انا كنهضر على جوج الفئات، يعني نهضر على المثال على حساب الاناث، ومثال على حساب الذكور، يعني نفس السيستم. هادو الحاجات الاولى. كتكون عندك، المهم ماشي مهم المده الزمنيه اللي انت عايش في اسبانيا، المهم المده اللي خصك تكون عايش معها على الاقل عامين. كل كومونيداد وكتختلف على اخرى، كاين كومونيداد كتطلب 6 شهور ديال كونفيفينسيا، يعني تكون ساكن مع داك الشخص هذاك ولا مع داك السيد هذاك 6 شهور ولا عام. كل كومونيداد كيفاش كيتعاملوا، بيقول الاغلبيه كيطلبوا دابا عامين ديال كونفيفينسيا، يعني هاد الانسان هادي اللي غتعمل لك الوراق خصك تكون جاي معاه عامين. المهم هادشي كامل كتجمعو، خصك تكون 18، تكون سولتيرو، تكون عندك إقامة أوروبية، يعني كومونيت، يعني تكون الجنسية أوروبية واحد فيكم. هادو هاد حاجة أخرى هي تكون ساكن معاها في كونفيفينسيا، عندك معاها الأقدمية. كل كومونيتي كيفاش، المهم ماكسيمو عامين. هاد الوراق كاملين كتمشي كتعدل، كتشيز من النوتر، كتشد السيتا عن النوتر، كتعمل الأكتا، الأكتا ماتريمونيال، ماشي هي الأكتا ماتريمونيال ديال الزواج العدلي، هادي كتعدلو بحال واحد، كتعدلو بحال وثيقة عن الموثق بلي نتوما باريخة، يعني مزوجين بدون زواج، يعني زواج عارفين نسميوه حنا باللغة ديالنا. كتعملو ديك باريخة صافي، كتعطل عليكم واحد 10 ايام حتى 15 يوم، كتوجد لك الورقة صافي، يعني كتوجد بلي انت بلاكواغط، ولكن هذاك اللي معاك الأجنبية اللي معاك أوروبية، تكون اسبانيولية، تكون أي دولة، هذاك يكون عندكم واحد الوثيقه باللي نتوما عندكم باريخا ديتشو، يعني اونيون ديتشو. سا كتشد سيتا سوب ديليغاسيون سيفيل ديال غوفيرنو، يعني في كاين اكسترانخيريه، كتشد رانديفو
باش كتدفع داك الوراق هادو، كتدفع داك الوراق باش تعدل لك الوراق. هنا غيبان اوراق اخرين باش تصاوب لك الوراق. اول حاجه الباسابور ديالك كومبليتو، ثاني حاجه الديني ديال داك الانسان اللي غتعمل لك الوراق، يعني يكون ديني اسبانيول ولا فرنسيس ولا بلغا ولا يعني تكون اي دوله اوروبيه. ثالث حاجه الوثيقه اللي عدلتو عند الموثق، يعني الكونفيفينسي اللي عملتو عند النوتاريو حتى هي. رابع حاجه عقد عمل ديال داك الشخص اللي غيعمل لك الوراق، يعني الشخص اللي غيعمل لك الوراق كيطلبوا لك العقد عمل ديالو، يعني كونترا. بلا كونترا ما غاديش تصاوب لا الوراق، غتبقاو باريخه هكا حتى تعدل لك تجيب كونترا ديال العمل ديالها. هذه حاجه. خامس حاجه امبادرونامينتو فاميليار، يعني كتكونوا عندهم شهاده السكن مع بعضيتكم بجوج بيكم في دار واحده. هاد اللي كتدفع في السوق ديال ليغاسيونسي باش كتبقى في التراميتي. فاش كتبقى في التراميتي فاش كيجاوبوك كيخرجوا لك الوراق ديال 5 سنين كومونيتاريا ديال 5 سنين، ماشي هي ريسيدنسيا ولا جنسيه ولا كيعطيوك كومونيتاريا وكيتسمى الديني، يعني عندك ديني ولكن كومونيتاريا على حساب ديك السيده اللي عملت لك الوراق. هاد كومونيتاريا اللي كيعطيوك خصكم تردوا البال في 3 سنين الاوليه، يعني 3 سنين الاوليه حاول على قدر الاستطاعه انك ما تنهيش العلاقه مع داك الانسانه ولا داك الانسان، حيت 3 سنين الاوليه كتبقى كتجربه. يعني كما انت اول نوبه مثلا كتشبع الوراق دعام في الفرايغو كيجربوك، هذيك 3 سنين فاش كتساليها من حقك انك تمشي تعمل تعدل الريسيدنسيا، يعني تبدل الاقامه، ولكن طبعا خص يكون عندك عقد عمل. بزاف ديال الناس كتكون عندهم ديك باريخه مع شي وحده وفي نفس الوقت كيوقع لهم الصداع وكيمشي بحالو وهي كتمشي بحالها. فاش كتكمل هو المده كيكمل ديك 5 سنين كيمشي يدفع، خصها تكون مع ديك الانسانه هذيك. ولكن الحل الوحيد هو عندك هو انك تكون خدام، يعني الا كنتي خدام كتساهم في صندوق الضمان الاجتماعي، يعني من حقك انك تمشي تقلب ديك البطاقه ديال الاقامه اللي عاطينك ديال الكومونيتاريا، تقدر تمشي تقلبها وتشد بطاقه ديال الريسيدنسيا عاديه، يعني بحال نقول لك ديك الوقت عام ودعامين كتقلبهم تينا هايدك، يعني الوقت ديالك كيعطيوك لا غادوراسيون. الوقت مثلا في حكم تبقى عندك انت كومونيتاريا تولي عندك اقامه 5 سنين ديال اكستران خيرو، حيت ديك الكومونيتاريا كتبقى تابع ديك الانسانه ولا ديك الانسان هذاك. يعني الواحد 3 سنين الاولى يحاول انه ما يضيعش وريقاته، يحاول انه يخدم، حيت الا خدمتي غتبدل الوراق. المشكل فين غتجي تجدد الوراق؟ لا كانت معك ديك الانسانه غتجدد عادي، الا ما كانتش معك راه ما غيجددوهم لك شي. والحل اللي عندك هو انك تقلب الوراق ولكن عن طريق العمل، يعني تكون خدام. والخدمه اخوتي هي كل شيء. النصيحه من عندي، اي واحد عنده شي نوع ديال الوراق سواء ترخي تأثول سواء كومونيتاريا سواء انيثيال تيمبورال لا غادوراسيون اونيون اوروبيا، اي واحد يحاول انه يخدم يدخل يساهم في صندوق الضمان الاجتماعي، حيت هذاك هو الربح ديالو، هذا الشيء غيستافد منه في المستقبل. وفي نفس الوقت كيدخل كيجمع لاسورانس، وفي نفس الوقت ديما ما يلقاش مشاكل في الوراق. التا هي كلشي، ديما كنقول لكم الا عندك التا في الضمان الاجتماعي راه هي كلشي، فتح لاسورانس هو كلشي. يعني الواحد عايش مع شي قاوريه وعمل معاها باريخه وشد الوراق 3 سنين الاوليه ولا كاع ما تقبل من 3 سنين، ضربتي معاها العام الاول ولا العام الثاني وتشفتي راسك خدام، تقدر تقلب الوراق ديالك، يعني كتولي مسؤول على راسك، ما كتبقاش عندك ديك الترخيطه فيها السميه ديال داك الانسان داك المصران داك النصرانيه من اللور او لا داك النصراني ولا. المهم الشروط انا عطيت لكم، النصائح انا عطيت لكم، ما جا لكمش فيديو طويل اكثر من هذا. نحاول الخطره الجايه ان شاء الله نعمل لكم فيديو نعطيكم الفرق بين باريخه ديتشو والماتريمونيو اللي غا في اسبانيا. هادشي اللي كاين اخوتي، تهلاو فراسكم، تلقاو فيديو المجيء، والسلام عليكم.